السلام عليكم ورحمة الله. انتقال الحرارة ظاهرة طبيعية تحدث بشكل عفوي وتلقائي من الوسط ذو درجة الحرارة الأعلى إلى الوسط ذو درجة الحرارة الأقل. الجدار الخارجي في المنزل يتعرض دائما لفرق درجات حرارة بين الداخل والخارج، وبالتالي يحدث سريان للطاقة الحرارية من الداخل للخارج أو من الخارج للداخل على حسب من درجة حرارته أعلى. أدوات الطبخ أيضا تستخدم لنقل الطاقة الحرارية للطعام عن طريق سطح التبادل اللي في أداة الطبخ. لو عندي كتلتين سائل أو خزان يفصل بينهما سطح معدني كما في الصورة، لكل كتلة درجة حرارة معينة، فالطاقة راح تسري بشكل تلقائي حتى الوصول لحالة التوازن الحراري اللي عندها راح تتوقف عملية نقل الحرارة بشكل تام. فإذا انتقال الحرارة بالعموم هو عبارة عن وسيطين يتبادلان الطاقة الحرارية عن طريق حاجز بينهما هو سطح التبادل الحراري. السطح بهمنا فيه 3 خصائص، أولا المادة والمساحة والسماكة. المواد هي المشهورة النحاس والألمنيوم الأكثر شهرة، وأنا ذكرت الصوف الزجاجي مجرد للمقارنة. هالمواد لها خواص حرارية، الخاصية الأولى هي الإيصالية الحرارية وهي الأهم، ومنلاحظ طبعا أنه النحاس هو الأعلى على الإطلاق، ولو قارناه بالصوف الزجاجي راح نلاقي أنه أكبر منه ب10,000 مرة. لذلك الصوف الزجاجي يصنف كمادة عازلة وليس كمادة موصلة. أما الخاصية الحرارية الثانية فهي ما كثير مهمة بالأسطح، وهي الحرارة النوعية أو السعة الحرارية، راح نشرحها فيما بعد. الأمر الثاني بالنسبة للأسطح وهو سطح التبادل، المساحة. كل ما كبرت المساحة كل ما زاد معدل انتقال الحرارة، كل ما زودنا مقطع العبور للطاقة الحرارية، فبالتالي زيادة السطح يزيد الطاقة الحرارية التي بتعبر. كذلك السماكة، كل ما قلت السماكة كل ما قلت المقاومة في وجه سريان الطاقة الحرارية، وبالتالي زاد معدل انتقال الطاقة. أما بالنسبة فيما يخص الوسيط المستخدم أو المواد اللي تتبادل الطاقة الحرارية وهي الموائع، كما في عندنا المواد وفي عندنا حالتها إن كانت متحركة أم ساكنة. بالنسبة للمواد الأشهر على الإطلاق هو الماء والهواء. خواصه الحرارية بالنسبة للإيصالية مثل ما شايفين انه الماء اكبر من الهواء بحوالي 24 مرة، وهذا بفسر انه لما ننزل في الماء لحظة نزولنا في الماء بنشعر ببرودة شديدة. هالبرودة الشديدة هي نتيجة لانه الماء عنده قدرة على التوصيل بشكل اكبر بكثير من الهواء، فبيسحب الحرارة من جسمك بسرعة مقارنة مع الهواء. طبعا اصلا عملية نقل الحرارة حصلت لان فرضنا انه درجة حرارتك الخارجية، درجة حرارة جسم الانسان 35 درجة مئوية، اكبر من درجة حرارة الماء اللي يعني نزلنا فيه اللي فرضناها 25 او 30. لكن لو فرضنا انه انت نزلت في ماء درجة حرارته ايضا 35، فما راح يحصل اي تبادل للطاقة الحرارية. الهواء بسبب إيصاليته الحرارية منخفضة جدا فهو يستخدم كعازل. النوع الخاصية الثانية هي الحرارة النوعية أو السعة الحرارية، كمان بنلاحظ الماء هي أكبر من الهواء ب4 مرات. الأمر الثاني بالنسبة للوسائط، هل هو متحرك أم ساكن؟ لو أخذنا مثال، أنت سلقت بيضة، بعد ما سلقتها حطيتها في الغرفة بدون ما تعمل شيء، فراح تلاحظ أنه هي راح تبرد لكن راح تاخذ وقت طويل، فحتى تسرع عملية تبريدها إما بتنفخ عليها وإما بتحطها قدام مروحة. فإذا الهواء المتحرك راح تلاحظ إنه هو برد البيضة بشكل أسرع. من هون بنستنتج إنه الوسائط لما تكون متحركة فقدرتها على نقل الحرارة أكبر بكتير من لو كانت ثابتة. خلينا نشرح الإيصالية الحرارية بشكل أفضل. لو أنا عندي لوح خشب ولوح ألمنيوم، الاثنين بجانب بعض وكل واحد بدرجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية، ووضعت ايدك على الاثنين، فبالنسبة للخشب ما راح تحس ببرودة مميزة، لكن لما تحط ايدك على الالمنيوم راح تحس ببرودة واضحة رغم انه الاثنين بنفس درجة الحرارة. لنفس الاسباب، انه الايصالية الحرارية الالمنيوم اعلى بكتير من الايصالية الحرارية للخشب، وبالتالي معدل سحب الحرارة من ايدك اسرع بكتير بكتير من الخشب. راح اذكر مثال هون بالنسبة لاستخدام الهواء كعازل. الجدار الخارجي في المنزل معرض لفرق درجة حرارة 40 و25، نفرض انه ابعاده 9 متر مربع، مساحته وسماكته 10 سنتيمتر. في هالحالة راح تسري الطاقة الحرارية بمعدل 270 واط. لكن لو انا حطيت جدار اخر بنفس المواصفات الجدار الاول لكن بمسافة 10 سنتي عن الاول، يعني خلقت فراغ هوائي
سماكته 10 سنتيمتر راح تشوف ان الطاقة الحرارية قلت بشكل كبير معدل سريانه واصبحت 32 واط، وهذا يبرز اهمية العزل الحراري في المباني وبشكل غير مكلف، مجرد فراغ هوائي، لكن فقط حطينا جدار اخر. قد تكون كلفة تأسيسية اعلى شوي، لكن كلفة تشغيلية بالنهاية افضل بكتير. الساعة الحرارية، لو فرضنا انه في عندي كيلو جرام من الزيت وكيلو جرام من الهواء، الساعة الحرارية تمثل كمية الطاقة المطلوبة حتى ارفع كيلو جرام من المادة درجة مئوية واحدة. فملاحظ انه الزيت يحتاج 2000 جول حتى ارفعه درجة مئوية واحدة للكيلو، بينما الماء يحتاج الضعف 4200 جول. بالتالي لو حبيت اسخن كيلو جرام من الماء من 25 ل 100 درجة مئوية، فانا راح استهلك 315 كيلو جول، بينما الكيلو جرام من الزيت راح يستهلك 150 كيلو جول. لذلك فإنه الزيت أصلا راح يسخن أسرع من الماء. أنواع المبادلات الحرارية كتيرة كتيرة جدا، لكن راح نذكر الأنواع كتير البسيطة والأساسية. النوع الأول هو هالمبادل الحلزوني اللي أنا صنعته واللي راح نستخدمه في تجربتنا، عبارة عن أنبوب نحاسي ملفوف بشكل حلزوني. خلينا ندرس هالمبادل. سطح التبادل نحاس واضح، الوساطة المستخدمة راح يمر ماء في الأنبوب من طرف ويخرج من الطرف الآخر، ويكون كل مبادل مغمور في ماء ساكن، بالتالي الماء الأول متحرك والماء الثاني راح يكون ساكن. النوع الثاني اللي هو الكوندنسر أو المكثف في دوائر التبريد. سطح التبادل مواسير نحاس وزعانف أو شفرات ألمنيوم. الوسائط طبعا الفريون بيعدي بالمواسير، والهواء المتحرك عن طريق المروحة بيعدي من الخارج، بالتالي أصبح لنا فريون وهواء متحرك ومتحرك. النوع الثالث هو الدبل تيوب، وهو عبارة عن أنبوب مزدوج يمر بطرفه أحد أطرافه الماء وأحد والطرف الثاني الفريون. هذا يستخدم بشكل شائع جدا في مبردات الماء اللي بنشوفها في الشارع. طيب، معادلات أساسية في انتقال حرارة. بحب أنوه طبعا أنه انتقال الحرارة بالعموم هو علم صعب ومعقد، وفيه جزء لا بأس به تجريبي، يعني نسبة الخطأ 10-15% تعتبر قيمة طبيعية، ما في منها مشكلة أبدا، ومعادلاته كتيرة جدا. لكن ذكرنا هون بعض المعادلات الأساسية جدا مهمة واللي راح نستخدمها في تجربتنا. انا راح اسرد السرد بدون ما اشرح، لاني راح اشرحها بالتفصيل تباعا في الحلقة، لكن هون ذكرت ذكر وانت بس حاول تقراها على مهلك. طيب، المعادلة الاولى كيو ام سي بي تي. كيو هو تعبر عن محتوى الطاقة بالكيلو جول. طالما قلنا كلمة طاقة فهي بالجول، لما اقول كلمة استطاعة وقدرة فهي بالواط. M كتلة المادة بالكيلوغرام، CP اللي هي السعة الحرارية اللي ذكرناها من شوي، طبعا النوعين لازم دايما نحفظهم الماء والهواء. T درجة حرارة المادة. طيب خلينا ناخد مثال عليها. لو عندي كيلوغرام من الماء عند درجة حرارة 25 درجة مئوية، أنا ممكن أقدر أحسب محتوى الطاقة اللي فيه بتطبيق المعادلة، بيطلع عندي 105 كيلو جول. طيب نفس هالماء هذا أنا بدأت عرضته للحرارة والتسخين، بعد شوي أصبح درجة حرارته 60 درجة مئوية. فإذا الكيلوغرام من الماء لم يتغير ولا الماء نفسه تغير، فإذا الماء نفسه الماء والكتلة نفس الكتلة، لكن فقط تغير درجة حرارة. في الحالة الثانية أنا أصبح عندي الطاقة 252 كيلو جول. فبالتالي أنا اللي قدمت فرق الطاقة بين الاثنين، 252 ناقص 105 كيلو جول بيطلع عندي 147 كيلو جول، هي اللي قدمتها للماء حتى رفعته ل 60 درجة مئوية. هالطاقة هي لو فرضنا انه او هالعملية تمت في خلال دقيقة واحدة 60 ثانية، فانا ممكن احسب قدرة الجهاز المستخدم وهي بتقسيم الطاقة على الزمن، بيطلع عندي 2.45 كيلو واط. هون طبعا عم بشرح انه ليه انه دمجنا المعادلتين هدول بمعادلة واحدة بكيو يساوي ام سي بي دلتا تي. الحالة الأولى ام سي بي تي واحد وام سي بي تي اتنين، فباعتبار ان الكتلة لم تتغير والمادة لم تتغير فالسي بي ثابت، فأصبحت معادلة كيو يساوي ام سي بي دلتا تي فقط، تغير في درجات الحرارة، وأكملنا الحسابات بشكل طبيعي.
في ملاحظة كتير مهمة، انتقال الحرارة بتم دائما من مستوى الطاقة الأعلى للمستوى الأدنى، وليس من كمية الطاقة الأعلى إلى الكمية الأدنى. راح تقول لي هل في فرق؟ بقول لك نعم في فرق. خلينا ناخذ المثال، كيلو جرام من الماء عند 70 درجة مئوية لو حسبنا الطاقة بيطلع 294 كيلو جول، لكن نص كيلو جرام من الماء عند 90 راح حسبنا الطاقة راح تطلع 189 كيلو جول. بالتالي الماء الثاني درجة حرارته أعلى لكن طاقته أقل، وهذا شيء طبيعي لأن محتوى المادة أقل، لذلك الحرارة راح تسري من الخزان اللي صاحب 90 درجة إلى الخزان الثاني. المعادلة هي اللي راح نستخدمها نحن في تجربتنا، معادلة قدرة كيو نقطة هي معدل انتقال الطاقة، فأصبحت كيلو وات قدرة. ام هي معدل انتقال المادة، كانت في المعادلة السابقة كيلو جرام، هلا معدل انتقال المادة فأصبحت كيلو جرام في الثانية تدفق، فطالما دخل الزمن فأصبحت معادلة استطاعة. السي بي ذكرناها مثل ما من شوي، دلتا تي هو التغير في درجة الحرارة بين الحالة الأولى أو الحالة الثانية أو الدخول والخروج. التجربة اللي رح نعملها هي عبارة عن خزان ماء رح نحط فيه الكويل أو الملف التبريد أو التسخين مثل ما تحب تسميه، ونعمل توصيلاتنا بشكل عادي. رح نحط نقيس درجة الحرارة في الدخول والخروج وحوض الماء نفسه، وطبعا لازم نقيس معدل التدفق المستخدم. في البداية طبعا راح نلاقي انه درجات الحرارة كلها متساوية في حالة توازن، اللي مثل ما عرضنا الحوض للتسخين، انا التدفق اللي طلع معي 0.015 لتر على الثانية، يعني اقل من لتر على الدقيقة. بنعرض الخزان للتسخين وبتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع والتغير تدريجيا، مثل ما شايفين تسخن درجات حرارة الحوض وبالتالي تسخن درجة حرارة خروج الماء. وبحب انوه انه هالقيم اللي انا حاططها هي قيم يعني عشوائية، يعني ليست بهذا الترتيب بهذا الشكل بالضبط زيادة الحرارة عم بتتم. تستمر هالعملية هاي حتى نوصل لحالة مستقرة، لم خلاص تثبت فيها القيم ما عاد تتغير. هون ممكن نبدأ بعملية الحسابات، دايما عملية الحساب تبدأ في الحالة المستقرة. فبتطبيق العلاقة Q يساوي MC في دلتا T Q نقطة، بنطبق العلاقة بشكل كلاسيكي بتطلع القدرة 1.03 كيلو وات، يعني حوالي 1000 وات قدرة الجهاز اللي عملناه. نضل فقط نستخدم المعادلة العامة في في الانتقال الحرارة، وهي المعادلة كتير مهمة Q يساوي UA دلتا T. Q أيضا معدل انتقال الطاقة استطاعة لكن بالواط، يو عامل الحمل الإجمالي نحكي عنه في حلقات قادمة إن شاء الله، أي هو مساحة سطح التبادل، ودلتا تي هو فرق درجة حرارة بين المادة الأولى والمادة الثانية. والحقيقة فرق درجة حرارة بين المادة الأولى والمادة الثانية يعني يشكل نوعا ما مشكلة، خلينا نشوف ليش. نحن عندنا الماء اللي عم بيسري في الأنبوب بهالشكل، والكويل كله مغمور في هذا الماء الساخن، درجة حرارته 72 ثابتة في كل مكان، لكن الماء لما يدخل درجة حرارة 26.2، بهذا المكان فرق درجة حرارة هو 45.8، لكن كل ما تقدم الماء حرارته بتزيد، وبالتالي الفرق مع الماء المحيط يتغير، وتقدمنا أكثر درجة حرارة تغيرت والفرق كمان تغير. حتى الخروج تقدمنا 42.6، الفرق أصبح 29.4. فإذا تغير أو فرق درجة حرارة بين الماء الداخل الأنبوب والماء الخارجي مختلف بشكل مستمر، فأنا أي واحد راح أستخدم؟ خلينا نوضحها بالشكل البياني، العلاقة بين درجة الحرارة والسطح. طبعا السطح مقصود فيه أنه باتجاه السهم كل ما عبرت أكثر من السطح حتى أوصل للنهاية، يعني عبرت السطح كله. درجة حرارة الماء الحوض ثابت 72 في حالة الاستقرار، أما الماء الداخل في الأنبوب من البداية حتى الخروج فهو يتبع منحني بهالشكل، يتزايد واحدة واحدة اعتبارا من درجة حرارة دخوله 26.2، باتباعا حتى الوصول إلى درجة حرارة الاستقرار 42.6. ف
فإذا في عنا كذا فرق لدرجة الحرارة. درجة الحرارة هذا رح ينحسب بشكل وسطي بطريقة معينة، وفي عنا طريقتين. أولا خلينا نقول تقريبا المعادلة الأولى المتوسط الحسابي، وهو بيعطي نتيجة مقبولة وكافية خاصة في بداية المشروع، وإذا كان فروقات درجات الحرارة صغيرة فممكن استخدام المعادلة من غير مشكلة يعني. لكن لو حبيت تستخدم معادلة أدق وأكثر دقة فهي لازم تستخدم اللوغاريتمية، لوغاريتميك مين تمبريتشر ديفرنس. هي معادلة تعطيك نتائج أكثر دقة. لو استخدمنا المعادلة الأولى راح يطلع عندي 37.6 كلفن أو درجة، ولو استخدمت الثانية هيطلع معي 37 كلفن. بنلاحظ ان الفرق بسيط لكن اللوغاريتمي يبقى هو الادق. طيب لما يتبقى غير انه نستخدم الارقام اللي طلعت معنا في المعادله الاخيره، المعادله العامه لانتقال الحراره كيو، انا طلعته اللي هو 1000 واط القدره او الطاقه المنتقله. اما مساحه سطح التبادل فانا عندي هالكويل هو عباره عن ماسوره، يعني الشكل اسطواني ملفوف، فعندي الطول، طول الانبوب 132 سنتيمتر، قطره هو ربع انش، المساحه مساحه اسطوانه، بتطلع مساحه الكور مساحه سطح التبادل بال 00263 متر مربع، فاصبح عندي المساحه دلتا تي كمان استخرجناها، بضل عندي عامل الحمل الاجمالي 1030 واط على المتر المربع كلفن او واط على المتر المربع درجه. وهذا العامل مهم جدا وراح نتكلم عنه في حلقات قادمة إن شاء الله. وأنا بكتفي اليوم بهذا المقدار، وبشكركم لحسن المتابعة، وراح أترككم مع الفيديو التجربة بعد ما ننتهي تماما، فيديو مختصر جدا للتجربة اللي عملناها، وبشكركم مرة تانية والسلام عليكم ورحمة الله.